مدام سعاد، انت كنت متجوزه المتهم مش كده؟ ايوه، 6 سنين. وكان ايه سبب الطلاق؟ اختلفنا زي ما اي اتنين ممكن يختلفوا. يعني ممكن توضحي لنا؟ يوسف بعد ما اتحبس اتحول بقى واحد تاني، بقى بتلفت حواليه وشاكك في كل الناس، وبيقول لي المساجين بيعكسوكي وده بيبصلك وانت عينك من ده. كنت بروح المشوار وانا حامله همه، بس كان لازم اروح، جوزي وملوش غيري. لحد ما في يوم قال لي ما تجيليش هنا تاني، اعتبريني رحت اعيش عند اختي عايشه في ابو ظبي. قلت له بس يا يوسف، قال لي ما بسش. ممكن اعرف السبب لو ليه علاقه بالقضيه؟ على راحتك يا مدام سعاد. يوسف اتهمني اني خنته مع ضابط اسمه عمر الغمراوي. يوميها لقيت يوسف دخل عليا الشقه، ولحد دلوقتي معرفش هو خرج قبل ميعاده ازاي. حاضر، ما تهدى شويه. يوسف، عارفه بقى لو كان الواد هيثم هنا كنت طردته بره البيت وقفلت الباب بالمفتاح عشان ما يقعدش يتنطط. كلمت تاني احبسك 24 ساعة. نادي على الشاهد اللي بعده. الدكتور صلاح حميدة. أنا الأخصائي النفسي اللي كنت بعالج يوسف في السجن. يوسف جه يشتكي لي من كوابيس ما كانتش بتنيمه. ولما شخصت حالته اكتشفت إن عنده بارانويد سكيزوفرينيا. ممكن تكلمنا بالعربي وبشكل مبسط؟ فصام الاضطهاد والعظمة. المريض أفكاره بتضطرب وبيجي له هلاوس. وبيتهيأله إن كل الناس اللي حواليه بتضطهده، وعشان يتغلب على الشعور ده ويوصل لحالة من السلام النفسي بيبتدي يوهم نفسه إنه ناجح، عشان كده بيتحارب. وإيه سبب المرض ده؟ هو سيادتك علم النفس مش بالورقة والقلم، بس المتخصصين لاحظوا إن مريض بالنوع ده من الفصام اتربى مع أب متسلط. متسلط إيه؟ يا فندم أنا علاقتي بأبويا كويسة جدا من وأنا صغير، وهو قاعد أهو قدامك تقدر تسأله.
هو صحيح كان بيشتكي من والده بس متعلق بيه، وده اللي حصل مع يوسف لما والده عارض جوازه وسبب له ألم نفسي. قول لي ايه علاقتك بوالدك ووالدتك؟ والدتي الله يرحمها انا كنت بحبها جدا يعني. ابويا بقى وانا صغير ما كنتش بحبه، ما اعرفش ايه، ما كنتش فاهمه يعني، بس بعد كده لما كبرت بقيت بحبه جدا، وربنا يديله الصحه رب هو اغلى حاجه عندي. سؤال اخير، الشخص اللي بيطلع لك في الكوابيس ده اسمه ايه؟ اسمه يوسف. اسمه يوسف فرج. والمريض بالنوع ده من الفصام بيبقى خطر؟ لو حد حاول يعرفه الحقيقة، المريض بيحس إن حالة السلام النفسي اللي وصل لها مهددة، عشان كده لما صاحبه حاول يعرفه الحقيقة يوسف ولع له في قطه وكان حيقتله. عاوز تقول حاجة يا يوسف؟ دكتور سليم. والله في الحقيقة يا ريس أنا ما كنتش أعرف إنه مريض، ربنا يحفظنا، ومش عايز أقول أي حاجة غير الحمد لله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا، الحمد لله. شكرا يا ريس. الحكم بعد المداولة. لو سمحت. مين حضرتك؟ أنا في حاجة مهمة عايزة أقولها. أنا إنجي هلال مرات وليد محفوظ. اتفضلي. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. إيه علاقتك بالمتهم؟ مفيش أي علاقة. هو جالي عشان كنت عارضة شاليه للبيع، فكان عايز يشتريه. سافرنا أنا وهو مع بابايا عشان يعين الشاليه، وبعد ما رجعت اكتشفت إن أنا شقتي اتسرقت. طبعاً ما تخيلتش ولا جه في بالي خالص إن هو كان بيضحك علي. واضح إن أنا كنت ساذجة جداً، وما كنتش متخيلة إن في ناس بالقذارة دي. أنا ما كنتش ناوي أجي، بس غيرت رأيي في آخر لحظة. لما دخلت سمعت الدكتور بيقول إن هو مريض، بس أنا يا فندم اتعاملت معاه. أنا مش متخصصة أنا عارفة، بس أنا أقدر أأكد لحضرتك إن هو كان واعي لكل حاجة بيعملها. الناس دي لازم تاخد إعدام، لأن هي اللي بوظت البلد. مدام إنجي أنا سايبك تتكلمي براحتك، بس الحكم في الآخر مش ليكي، وعلى فكرة احنا ما بنرميش الأحكام جزافا. أنا عارفة، أنا آسفة، هما كانوا كلمتين واقفين في زوري كنت عايزة أطلعهم. أنا إذنك. ابعت الجلسة. حكمت المحكمة بإيداع المتهم يوسف عبد الرحيم فرج محمد مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما لتوقيع الكشف الطبي عليه. رفعت الجلسة. يوسف، يوسف فوق لي يا يوسف. ادي صيف فين يا يوسف؟ يا يوسف الراجل ده كافر، انا شغال معاه وعارفه، مش هيسيبك. أنا لغاية دلوقتي مفرمله عنك، بعد كده مش هقدر. أبوس إيدك يا يوسف، تقولي تدوس فين؟ يوسف يا يوسف. يعني ايه مش عاوز يتكلم؟ هيفضل معلقنا كده كتير؟ يا ريس ما هو اللي حصل ده برضه يجنن اي حد. طبعا كان عندي اقتراح يا ريس، يعني بعد اذنك. هيجرى ايه لما ينصف الشكل صحيت؟ انت عاوزني انفذ له طلبه بعد ما دخلني القفص؟ تسليم درباله بسببه دخل القفص يا جزمه. قوم يا دور من وش يا بس هفهمك بس استهدى بالله يا ريس. احنا ضغطنا على يوسف اكتر من كده، دماغه حطرشه. ومعنى انه ما قدمش الدوسيه لغايه دلوقتي يبقى عشان سمع عليك. ولو معاك صرفت الشكل فؤاد مش ضعف لا سمح الله، لا سياسه واثبات حسن نيه. سمع عليك انا معلمنا الكلام ده، ساعتها لو ركب دماغه محدش هيلومك في اللي بتعمله فيه.
أنا محدش يقدر يلومني غير أمك. وبعدين اللي أنت بتقوله ده عشان خايف على مصلحتي ولا خايف عليه هو عشان صاحبك؟ وحياة جزمت معليك عشان خاطر مصلحتك. كل اللي تعاملت معاهم في حياتي حتى مراتي كنت بسمع لسان حالهم وهو بيقول لي انت ايه كافر؟ ما بتعرفش ربنا؟ اكتب الله ما كان قصدي اقول كده ابدا ولا جت على بالي. بس اللي انتم ما تعرفوهوش ان انا بعرف ربنا اكتر من اي واحد فيكم، ولولا ان لسه عندي امل في رحمته كان زماني زي الشيطان اللي انطرد من جنته ويمكن اكتر كمان. ما هو اكتر من كده. طب اتبطل تقول ايه يا حيوان؟ يا ريس انا بسال بس، يعني لو معاك ما دخلتش الجنه طب مين هيخشها؟ طيب خلي ساعات تصرف الشيك، بس لو صاحبك فضل راكب دماغه يبقى ما سابليش غير حل اخير، وانت عارفه طبعا. عارفه يا ريس، بس مش هركب دماغه ولا حاجه، ان شاء الله هيوافق ان شاء الله. هنزلم عليك. برضه هتعملي اللي في دماغك يا بنتي؟ فكري تاني. ماما انا فكرت خلاص. يا انجي انا وباباكي كبرنا خلاص وملناش غيرك، لو حد فينا وقع ولا جراله حاجه مين هيلحق؟ ابقوا تعالوا عيشوا معايا هناك. يا سلام، بعد العمر ده كله عايزانا نروح نعيش في بلد ما نعرفهاش؟ تعالى يا هلال، تعالى يمكن تعرف تعقلها. في ايه؟ في ان بنتك عايزه تسافر وتسيبنا. طيب ناديه ممكن تاخدي كنزي وتسيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي؟ حاضر، يلا يا كنزي. بابا من فضلك ما تحسسنيش ان انا وحشه قبل ما اسافر. يا حبيبتي انا لو حسستك انك انت وحشه لازم احس انا كمان ان انا وحش، ومامتك كمان وحشه طبعا، مش احنا اللي مربينك. سيبك من الكلام ده، انا عايزك في حاجه تانيه خالص. انجي انت فاكره اول الشاب ده بتقدم لك، وفاكرة أنا قلت لك إنك دلوقتي بتختاري بينه وبين الهجرة، وأخدت منك وعد إنك هتفكري كويس وتختاري صح وما تبصيش وراكي، فاكرة؟ أيوه. دلوقتي يا بنتي أنتي ما قدامكيش خيار واحد بس، ما تتردديش. أنا حضرتك هتقولي زي ما فكرتين. يا إنشي أنت لسه لغاية دلوقتي مش فاهمة مامتك. مامتك مهما تبان إنها جامدة وعصبية وتزعق، لكن في الآخر هي أم بتفكر زي كل الأمهات. ممكن تقول لك أنا بعد ما أربي وأكبر وأعلم يجي في الآخر تسيبني وتمشي. يا إنجي انت بعد ما تسافري هشوف ايام ربنا يقدرني عليها. حضرتك بتفكر ازاي يا بابا؟ لا يا بنتي انا بفكر في حاجات ابعد من كده. مصلحتك ومصلحه كنزي هما اللي يهموني، وبعدين سفرك او قعدك في البلد مش هيزودوا في عمرنا ولا يوم واحد. لا انا ومامتك مش هنعيش قد ما عشنا. بعد الشر ما تقولش كده. يا بنتي مش هي دي الحقيقه، دي سنه الكون. من يوم ربنا خلق ادم وجيل بيسلم جيل.
انا ممكن اقول لك ما تسافريش، ومتاكد انك مش هتكسري لي كلمه، لكن اعمل كده لا، ابقى بعطلك يا بنتي. سافري ما تبصيش وراك بابا. يا انجي كل ما هتوصلنا اخبار كويسه عنك وعن كنزي ده هيطمني، هيفرحني. وبعدين ما تبقيش انانيه بقى ان شاء الله. سيبيني انا ومامتك نبدا شهر عسل جديد. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا حسام. ايه ده يا باشا؟ حضرتك بتعمل ايه؟ انا قررت استقيل. تستقيل؟ تستقيل ليه يا باشا؟ ده حضرتك على وش ترقية. انا جالي احباط يا حسام. انا ضيعت سنه من عمري بجري ورا واحد عمري ما هعرف امسك عليه غلطه. ايوه باشا، بس حضرتك كده تبقى بتخلي دربالة ينفذ اللي في دماغه. مش مهم، المهم ان انا ابقى كسبت حياتي. سيادتك بقى انا وعليك. بفكر افتح مكتب محاماه. وتروح لدربالة برجليك؟ يا راجل، هو اللي بيعمله دربالة ده محاماه؟ هو الحقيقة في سبب تاني. عارف حسام ساعة ما كان يوسف عايز يقتلني وهو السلاح في ايده مصبوغ على الزناد، معرفش ساعتها كان بيفكر في ايه. يمكن كان بيراجع نفسه، مش عارف. بس ساعتها انا شفت مراتي وابني، كنا مبسوطين وبنضحك. يمكن كانت اخر رحله طلعناها مع بعض من اكتر من 3 سنين. ساعتها حسيت بقيمه الحياه، ونضرت ان لو ربنا كتب لي عمر جديد مش هسيبهم تاني ابدا. ربنا يوفقك يا فندم. انت ظابط شاطر حسام ومجتهد وليك مستقبل، بس نصيحة، ما تكررش غلطتي. ما تخليش الشغل ينسيك حاجات تانية كتير مهمة، مقدم، عقيد، لواء، آخرها حفرة متر في متر. أنا عايزك توصل الاستقالة دي لسيادة اللواء. حضرتك مش هتديها له بنفسك؟ لو اديتها له بنفسي مش هيقبلها. أنا هبقى أعدي عليه يوم تاني أشرب معاه القهوة كضيف. هتقطع بينا قوي يا فندم والله. أمين محمد. أمر سيادتك. تعالى خد الكرتون. تتفضل. حاضر. تفضلي. اهلا يا مدام سعاد. اتفضل. الشيك مع حضرتك؟ اتفضل. احمد، الشيك ده هيتصرف لمدام سعاد. حضرتك عاوزاه على الحساب بتاعك ولا عاوزاه كاش؟ لا، انا عايزه احوله على حساب في بنك تاني. تمام. ده رقم. اوكي، ده الرقم معاك. هو الحساب ده باسم من حضرتك؟ هيثم يوسف فرج ابني. انا عاوز المبلغ كله يتحول على حسابي. اوكي، بعد اذنك. اتفضل.
تشربي ايه؟ لا مفيش داعي، اصلي مستعجله. ابن حضرتك ده امور قوي ما شاء الله. ميرسي. اسمه ايه؟ يوسف. يوسف؟ لازم باباه هو اللي مسميه، اكيد مش حضرتك. انتي كنتي تعرفيه كويس؟ هو مين ده؟ يوسف. مجرد زمايل من ايام الجامعه. اصل الحكايه اللي حضرتك حكيتيها في المحكمه انا عمري ما سمعتها من يوسف قبل كده. دي حاجه حصلت من زمان، من قبل ما تتجوزوا. مسكين يوسف، كان طيب قوي، مش عارفه ايه اللي جراله. كلنا بنتغير يا مدام امل. فعلا انت عارفه في حاجات كتير كنت مستغرباها في الاول. الشيك اللي كان واقف وفجاه ربنا نفخ في صورته، يوسف اللي كان بيصرف الشيكات عادي وفجاه اكتشفوا انه منتحل شخصيه ضاحي. بس لما عرفت ان سليم دربال عضو مجلس اداره هنا فهمت. تعرف انا مديره الفرع ده، يعني لو شك في حاجه مش هعديها، ده من صميم شغلي. طبعا اكيد. ولما تقولي ان ما كانش في حاجه بينك وبين يوسف مع انه كان فيه، ده برضو من صميم شغلك يا مدام امل. حضرتك بتتهميني بحاجه معينه؟ لما عرفت يوسف كان بيشتكي لي منك مر الشكوى، كان بيقول لي امل عملت وامل سوت. لما سمعت اللي انت قلتيه استغربت، قلت ادي امل اللي كان يوسف مقطع نفسه عشانها. هي بتعمل فيه كده ليه؟ وصلتي الاجابه؟ وصلت. كله بياكل عيش يا مدام امل. حضرتك جايه هنا تعلميني الادب؟ ما انت عملتي اكتر من كده. متهيألي بقى ما كنتيش لوحدك في الشقه. طب انا عملت كده عشان انقذ يوسف، انت بقى عملتي كده ليه؟ الغريبه ان هو اتجوزني انا عشان ينساكي، بس انا متهيألي باباكي ما كانش رافض، انت اللي كنتي بتتحججي وكنتي برضو بتاكلي عيش على قفاه. شوفي لي لو سمحتي شيك اتصرف ولا لا، عشان انا مستعجله وما عنديش وقت اضيعه. ايه الاخبار يا احمد؟ أنا جيت لحضرتك النهاردة عشان في موضوع عايزة أحسمه مع نفسي قبل ما أسافر. يوسف مش كده؟ حضرتك عرفت إزاي؟ يوسف كان بيجي لي هنا؟ كان بيجي هنا ليه؟ أنا آسفة، أنا عارفة إن حضرتك ما ينفعش تطلع سره بره، بس الموضوع ده ملخبطني جدا. يوسف كان بيجي له كوابيس وما بتناموش لمدة أسابيع، كان بيحلم ان في واحد عاوز يقتله. انا عارفه اسمه ضاحي، عرفت الموضوع ده في المحكمه، بس طلع انه كان بيتهيأله. مين اللي قال كده؟ اخصائي اللي في السجن اكد ان عنده فصام. ده كلام فارغ، يوسف سليم. انا متاكد من الكلام اللي بقوله. يوسف لما جالي هنا وعملت له اختبار تاكدت انه سليم 100%. حضرتك متاكد؟ طبعا متاكد. طب لو هو سليم ومش مريض زي ما حضرتك بتقول، ليه كان متقمص شخصية ضاحي؟ شوف يا مدام انجي، كل واحد فينا جواه صراع بين الخير والشر. يوسف جواه الصراع ده بين يوسف وضاحي، عشان يتغلب على خوفه من شخصية ضاحي كان بيتقمصها ويعيش جواها. بس مش معنى كده انه مريض. طب ليه كان بيتعامل معايا على اساس ان هو يوسف مش ضاحي؟ هو في الفترة دي كان متردد بين الشخصيتين الاتنين، في فترة تظهر شخصية ضاحي وفي فترة تظهر شخصية يوسف. بالنسبة لك أنت كان بيتعامل معاك وبتغلب عليه شخصية يوسف. اشمعنى؟ لأنه كان بيحبك، فما كانش بيكمل في شخصية ضاحي. بيحبني؟ يوسف خدعني يا دكتور. جايز يكون خدعك في الأول، بس بعد كده حبك وخاف يصارحك، حصلت الصدمة فيه زي ما صدمت في وليد. طب ليه ما قدمش ولا دليل واحد ضد دربالة في المحكمة؟
يوسف جري ومتقبض عليه وساب لي الدوسيه والذهب بتاع حضرتك. طب هو ليه اتاخر كل ده؟ كان خايف عليك من التربله وساب لك رساله. كان نفسي اواجهك بس ما قدرتش اشوف الصدمه والكره اللي هيبقوا في عينيكي، بس طالما بتقري كلامي يبقى عندك فضول واهتمام اللي هما اساس الحب اللي اكيد مش مالي قلبك زي زمان. بس مش مهم، يكفيني حته صغيره من قلبك تكون لسه بتحبني. والله العظيم يا انجي انا ما قتلتش وليد وحبيتك بجد، كان نفسي نكمل مع بعض، بس الظاهر ان انا مش محظوظ. فاكره لما قلتلك ان في ناس الحب ما بيخبطش على بابهم؟ انا دلوقتي اتاكدت ان انا واحد منهم. انجي انا مش عارف اذا كنت ههرب ولا هيتقبض عليا، بس في الحالتين ليا طلب اخير. بلاش تقدمي الدوسيه غير لما تتاكدي ان سعاد طليقتي صرفت الشيك. مستقبل هيثم في الشيك ده هينجي، ونمرة سعاد هتلاقيها في الآخر. سامحيني يا هينجي. يوسف، يوسف في واحد عايزك بره. هينجي ازيك يا يوسف؟ انا جيت اطمن عليك. انا صرفت الشيك يا يوسف. استنى، رايح فين؟ مش خلاص صرفت الشيك؟ جاي ليه بقى؟ تشمتي فيا؟ والله يا يوسف من غير حلفانات. خلي المحن والحلفانات دي هناك في المحكمه عند القاضي. انت فاهم غلط. ابوس ايدك اسمع. مش عايز اسمع. عمرك سالتي نفسك انا اخدت الشيك ليه؟ طمع مثلا؟ انت عارفاني كويس، عمري ما كنت طمع زيك، ولا عمري هقبل ان انا اعيش على قفا واحده ست. انا خدت الشيك ده عشان كنت خايف على هيثم. انا في حاجات كتير غيرتني يا يوسف. مستحيل، انت اللي زيك عمره ما هيتغير يا سعاد. هتفضلي تجري ورا مصلحتك وتتنططي من راجل للتاني لحد ما تعجزي وتكرمشي ويبقى شكلك مقرف، بس هيبقى معاكي فلوس وساعتها بقى تتجوزي لك عيال اصغر منك ب30 سنه يلهف منك القرش. يعني انت خلاص قفلت على نفسك باب التوبه لوحدك؟ انت ما بتسمعش غير نفسك بس. بس معاك حق، دربالة هو اللي طلب مني اكتب في المحكمه. قولي لي على حاجه ما اعرفها. اللي ما تعرفوش بقى ان انا عملت كده عشانك، عشان لو كانوا عارفين ان انت واعي باللي انت بتعمله كنت خدت اعدام. انت كنت عايزني اسيبك تتعدم قدامي وانا ساكته؟ انت برضه وابو ابني وفي بينا عشره وملناش غير بعض. وبالنسبه للشيك انا صرفته وحطيته في حساب باسم هيثم. انا خلاص ما بقاش فارق معايا، يمكن بس اطمنت على هيثم. دربالة هيتجنن، عايز يعرف مكان الدوسيه، عشان كده سمح لي اصرف الشيك على امل ان انت تقول له. اوعى تقول لهم احسن يخلصوا عليك يا يوسف. بس انا في نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه. خدي يا هيثم وسافري، احجزي اول طياره واطلع برا البلد. انا مش عارف انا هيجرى لي ايه، مفيش حاجه اقدمها لك غير النصيحه. طب وهيثم فين؟ هتعرف في الوقت المناسب. ايه ده؟ انت ازاي تدخل عليا كده؟ انا اسف يا ريس، بس مدام انجي بره. ايه؟ مدام انجي. انجي هلال، نسيتني ولا ايه يا دكتور؟ لا لا،
لا طبعا، حد يقدر ينساكي؟ اهلا يا هاني. اهلا اهلا، دورت المكتب. اتفضلي يا هاني. سيبنا تيفا. استنى تيفا، هتشربي يا حضرتك؟ شكرا انا مش هطول. شكرا يا تيفا، روح انت. ايه ده؟ شوف بنفسك. انتي جاية تهدديني؟ ما رضيتش اروح النيابة غير لما اعدي عليك الاول. لا 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 لا، على فكرة بقى انا ما بتهددش. اتفضل روح النيابة. طيب اروح انا بقى للنيابة بالدوسي الاصلي. عن اذنك مدام انجي. افندم. انت عايزه ايه بالظبط؟ مبدئيا انا ما بسجلكش، شوف بنفسك. امال جايه ليه؟ انت عارف ان الكلام اللي اتقال على يوسف في المحكمه كذب، وانه زي الفل، وان انت عملت كل ده عشان تكسب شويه وقت لحد ما تلاقي الدوسيه، صح ولا انا غلطان؟ بصراحة هي دخلت عليا في الأول، بجد برافو. برضو ما عرفتش أنت جاية ليه؟ عاوزاك تبرأ يوسف. إيه؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ هي أول مرة تعملها ولا إيه؟ بس الموضوع مش بالسهولة اللي أنت متخيلاها دي. يوسف قتل مرتين، وليد وطارق. طارق بس. وبعد ما براه ولا كأنك سمعت حاجة عن الدوسين. وإيه اللي يضمن لي بقى إن بعد ما براه ما توديش الدوسين للنيابة؟ مفيش ضمانات، قدامك يومين بالظبط. عن إذنك. ياسين، يوسف حكالي كتير عنك، قال لي ان انتوا اكتر من الاخوات. خير يا ريس؟ كنت عاوز ايه؟ عندك ايه؟ نسخة منه. وبعدين؟ مشكلة إن الأصل معاه. وهي عاوزة إيه؟ عايزانا بره يوسف. تخيل؟ طب وناوي على إيه يا ريس؟ مشكلة إن أنا ما أعرفش هي شايلة الأصل فين. والحل؟ خلاص كده، خلاص ما عادش فيه غير الحل الأخير اللي أنا قلته لك. ده إيه النور ده يا سليم باشا؟ إزيك يا يوسف؟ الحمد لله خير. سعادتك جايه ليه؟ وانا بسالك ليه صحيح؟ ما انت اكيد جاي عشان الدوسيه. دوسيه؟ ما انا خلاص عرفت هو فين. لا انا جاي لك عشان حاجه تانية خالص. انا جاي لك اكشف لك ورقي، بس ما اخبيش عليك، عاوز منك حاجه كده.
حاجة ايه؟ مش لما كشف لك ورق الاول؟ ما خلاص كل حاجة مكشوفة. انت جاي تقولي ان مفيش حاجة اسمها ضاحي. انا عرفت. مين اللي قالك كده؟ في ضاحي في، بس السؤال بقى هو كام واحد؟ مش فاهم يوسف. ضاحي ده مش اسم، ضاحي شغلانة. استغرب ليه؟ ما هو زي ما في نجار وكهربائي ومهندس ودكتور ومحاسب ومحامي وي وي وي، برضه في ضاحي. برضه مش مجمع. انت كنت ضاحي، بس كان في قبل منك ضاحي، وكان في قبل منه ضاحي، وهكذا وهكذا لغايه ما نوصل لاول واحد في شجره الضواحي، عمك حسن اللي بنقعده في الاوضه اللي انت كنت قاعد فيها في البنسيون بيبقى ضاحي. عداني العيب؟ بتهيألي كده جاوبتك على كل الاسئله. نيجي بقى في اللي انا جاي لك مخصوص عشانه. انت عارف ان انجي جت امبارح المكتب وهددتني ان انا لو ما خرجتكش براءه هتودي الدوسيه للنيابه؟ انجي عملت كده؟ عملت كده. انا استغربت زيك كده بالظبط. بس الحب يا ابني، الحب له مفعول السحر يصنع المعجزات. طب وانت جاي لي ليه دلوقتي؟ عشان اخرجك زي ما طلبت انجي، بس مش براءة. امال ايه؟ ههربك من هنا. ازاي؟ أرفض. هفهمك. بعد ما كله ينام هنا، الممرض اللي كان معاك هيجيلك الوضع. هيكون معاه اللبس اللي انت اتمسكت بيه، معاه كمان بلطو ابيض من بتوع الدكاترة. اصحى ما عندناش وقت، قدامنا 5 دقايق. يلا. في دقيقتين لازم تلبس، تخرج معاه اكنك دكتور بالظبط. استنى عندك. معاك تصريح؟ معايا تصريح. اتفضل. تلاقي عربية مستنياك بره فيها تيفا، تركب تيفا هيسلمك شنطة فيها مسدس وشوية فلوس. طب ولزومه ايه المسدس بقى؟ جرايه جو. ليه عايز تهرب بلوشي كده؟ مش لازم يبقى في مقابل. وايه بقى المقابل؟ ده اتجننت في عقلك ولا ايه؟ طبعا مش هنفذ. ما هو لو بنتها ما تيتمتش، ابنك انت اللي هيتيتم. لا انا مش هعمل كده. هتعمل يا يوسف، هتعمل عشان خاطر ابنك ضمانك. ابني ماله هيثم؟ عملت ايه في ابني؟ حاضر. مين؟ افتح يا حاج. الواد ابن سعاد فين؟ الواد ابن سعاد فين؟ انت قتلت رجاله. شوف الواد بلا احفانه ده. يوسف ابنك ما ترباش، ما
احنا بقى هنربيهولك. تاخد الواد فين؟ مالكش فيه، انا عامل حساب لحرمه البيوت، لكن كلمه زياده وديني. لا تلف امنك. اي thank you.